السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعينا، يا رب دايما تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتكلم عن الفنانة والنجمة الكبيرة منى زكي وطلاقها من الفنان أحمد حلمي، وكمان هنشوف الهجوم اللي عليها بسبب فيلم أصحاب ولا أعز، ورد فعل الفنان أحمد حلمي، وكمان قرار نقابة المهن التمثيلية بحذفها من النقابة. بس قبل ما نكمل الفيديو، انزل بسرعة واعمل لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده لألف لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد. يبدو أن فيلم أصحاب ولا أعز جاء محملا بالمشاكل عقب طرحه خلال الساعات الماضية، حيث واجهت بطلة العمل الفنانة منى زكي سيل من الانتقادات من محبيها وجمهورها بسبب بعض مشاهدها الجريئة في العمل، وأيضا اتهام الجمهور لها بأن الفيلم يدعو للمثالية الجنسية. ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد والهجوم على شخصها، لكن تخطى ذلك بخروج العديد من الأخبار عن طلاقها وانفصالها عن زوجها الفنان أحمد حلمي، خاصة بعد مطالبة عدد من الجمهور بذلك على السوشيال ميديا. لكن يبقى طلاق الثنائي والأخبار عن ذلك دون تدقيق، وجاء مصدر مقرب من الثنائي وأكد أن علاقتهما جيدة، وأن ما قدمته منى زكي في النهاية عمل فني، وكان قد كشف الفنان أحمد سلامة عضو نقابة المهن التمثيلية حقيقة شطب الفنانة منى زكي والفنان إياد نصار من النقابة، وذلك على خلفية الفيلم المثير للجدل أصحاب ولا أعز. وأكد الفنان أحمد سلامة عضو نقابة المهن التمثيلية في تصريحات صحفية خاصة أنه لا صحة لما يتداوله البعض عن شطب الفنانة منى زكي والفنان إياد نصار من النقابة بسبب فيلم أصحاب ولا أعز، مشيرا إلى أن تلك هذه الأخبار شائعات لا أساس لها من الصحة. وأشار أحمد سلامة إلى أن منى زكي وإياد نصار نجوم كبار، ولم تتطرق النقابة وإدارتها لهذا الموضوع من قريب ولا من بعيد، مؤكدا أن الفيلم يجسد قضية هامة، وكان يجب أن يتم تحذير أولادنا من هذه الفتنة التي يناقشها الفيلم من خلال عمل سينمائي ضخم يضم نجوم كبار في حجم منى زكي وإياد نصار. وشدد الفنان أحمد سلامة عضو النقابة أن هذه القضية تم مناقشتها في العديد من الأفلام، ولكن على استحياء، ومن أهم تلك الأفلام عمارة يعقوبيان. فيلم أصحاب ولا أعز جاء بطولة منى زكي وإياد نصار وكرم جبر ونادين لبكي وعدد كبير من نجوم السينما في مصر والوطن العربي، ومن إخراج وسام سميرة. أما بالنسبة عن رد فعل الفنان أحمد حلمي على الأخبار المتداولة، جاء بوقامة بنشر صورة له مع طفل صغير يدعى أنه طبعا ابنه، وقال مطرح ما تحط راسك حط رجليك، ودي إشارة إلى كل منتقدي الفيلم، وأكد أن ما هو في الآخر إلا عمل سينمائي قامت به زوجته الفنانة منى زكي. وكمان أوضح الفنان أو الإعلامي عمرو أديب أن الفيلم عادي جدا، وان ما تم تداوله هو تضخيم للموضوع، وقال ان طول الفيلم الفنانة منى زكي ما بنش منها حتى صابع من صوابعها، واكد ان الفيلم هادف ويجب ان احنا نتخلى عن الثقافة اللي احنا عايشين فيها. نتمنى من كل قلبنا مزيد من التألق والنجاح للنجمة الكبيرة منى زكي، وتعدي الأزمة دي على خير. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، انتظرونا في فيديو جديد.